كنا قاطعين الأمل، قالوا لنا أنه لولو ما لح تمشي أبداً بحياته، بس ما عندنا خيارات. بعد 5 سنين علاج بالمركز صارت لولو تمشي وتركض وتلعب، وهيدا أحلى شيء بشوفه كل يوم. أبداً استطاع قسم العلاج الفيزيائي في مركز الحميد الطبي الخيري من علاج الطفلة لولو وأطفال آخرين بتقنيات عالية. تأسس وقف الحميدي بالعام 1977 بهدف تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والطبي لمدينة طرابلس من خلال مبادرات في هذه القطاعات. واستطاع الوقف تقديم كفالة طبية ل 5000 أرملة ويتيم ومطلقة من أبناء المدينة، إلى جانب المساعدات الغذائية والعينية والمالية. ومن أجل تحسين واقع الخدمات الطبية ونظراً للحاجة الماسة إلى هذا القطاع، فقد تم تأسيس مركز الحميد الطبي الخيري بالعام 2001، والذي يضم حالياً مختبراً للتحاليل الطبية ومركزاً للتصوير الطبي والشعاعي وقسماً للعلاج الفيزيائي وأكثر من 30 عيادة تخصصية تعمل جميعها بكفاءة عالية وبتكلفة تتناسب مع الوضع الاقتصادي. ويقدم المركز حالياً خدماته لأكثر من 11,000 مريض شهرياً. أقام وقف الحميدي الخيري بمدينة طرابلس عدة اتفاقيات علمية مع المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا بالجامعة اللبنانية. هذه الاتفاقيات أدت إلى توفر جهاز الملتوف، يلي يعتبر من أهم الأجهزة المتطورة عالمياً في تعريف البكتيريا والفطريات، بالإضافة لما ذكرت لوقف الحميدي الخيري بطرابلس دور ريادي في إنشاء بنك السلالات الميكروبية عندنا بالمختبر. بعد النجاح الذي حققه المركز في تقديم هذه الخدمات، ونظراً لحاجة المدينة إلى وجود صرح طبي وعلمي كبير، فقد اتخذ مجلس أمناء الوقف القرار بإنشاء مستشفى الحميدي الجامعي بسعة 180 سرير. تم شراء 6 عقارات بمساحة 9500 مربع بسعر 4,700,000 دولار، تم تسديدها بالكامل، تسجيلها باسم الوقف في بساتين طرابلس. كما تم تشكيل اللجان الهندسية والطبية والدعم والتخطيط الاستراتيجي من خيرة أصحاب الخبرات والنزاهة والكفاءة الموسوعين. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع الخطة الاستراتيجية للمشروع ليكون عنده اتفاق ذاتي والبناء على مرحلتين، المرحلة الأولى 120 سرير. كما تم تلزيم الدراسات الهندسية للمشروع لشركة خطيب وعالمي. نحن ندرك أن كلفة هذا المشروع كبيرة، ولكننا على يقين بأن فضل الله تعالى واسع، وإن هذه المدينة التاريخية العريقة الرائدة في العمل الوقفي عبر العصور لن تتوانى عن المساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي يدعم وجودها ويساهم في نهضتها ونهضة محيطها. لذلك فإنني أرى ببصيرتي هذا الصرح شامخاً في هذه الأرض الفضاء. إن هذا المشروع هو مبادرة طيبة، ونصيحتي وندائي للمخلصين: التقطوا هذه المبادرة، ساهموا في إنجاحها لتكون صدقة جارية في ميزان حسناتكم لا ينقطع أجرها إلى يوم القيامة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.